السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نشوفوا فيه إن شاء الله واحد تحليل مبسط على المباراة ديال الشباب والعروبة في الدوري السعودي. اليوم عبد الرزاق حمد الله يعود بقوة، كيسجل هدف رائع وكيقدم أسيست في هذه المباراة. الجنون ديال المعلق تبارك الله ما شاء الله. عبد الرزاق حمد الله بين قوسين أكثر يد المغاربة ما بقاوش مهتمين به، لأننا ما شاء الله ولو عندنا مهاجمين من طراز عالمي كبحال سفيان الرحيمي ولاعبين صراحة كثارين ولو عندنا، خصوصا الشق الهجومي المنتخب الوطني المغربي ما بقاش كيعاني من هذا المشكل. هذا أكثر ما كان عاني هو الدفاع، واللي كنتمنى إن شاء الله يبان شي مدافع على الأقل على الأقل يغطي المشكل ديال الدفاع مع نايف أكرد. أصدقاء ديالي خلاصة القول، كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بهذا الفيديو، كنتمنى تعطيونا الآراء ديالكم من خلال التعليقات. الناس اللي مازال ما داروش لينا لايك ما كرهتكمش خوتي العزاز، تحركوا لنا ذاك اللايك، تبارطاجيو لينا الفيديو باش يوصل جميع المغاربه في جميع انحاء العالم. بين قوسين غادي نناقش معكم واحد السيجي، واخا ما كنبغيش نجاوبكم في التعليقات على حساب هذا الشيء اولا، بزاف ديال الناس كيوكرات حتى كطول علينا في الهضره في بدايه الفيديو. اللي يكون في العلم ديالكم وهذه خليوها رساله عندكم، باش بزاف ديال الناس حتى اللي ما شافهاش غنبقى نقولها كل نهار تيولي كلشي عارف هذه القضيه هذه. راه حنا ما كرهناش ما نهضروش في هذا الفيديو كاع وما نبانوش، احسن نحطوا الفيديو ونبقاو هانين، ولكن اللي كيفهم في اليوتيوب راه غيقول راه عارفني علاش كنبان، حيت لما بنتيش كون اكيد بانك ما تبقى تشوف لا انوار برو لا فيديوهات ديالو، حيت الا ما بنتيش هذيك كيتسمى مخالف للسياسه ديال اليوتيوب. كنتمنى من الصميم ديال القلب ديالي مره اخرى ما يجيش واحد يقول لا راك طولتي في الهضره اولا شي حاجه، راه اوبليجي عليا خصني نهضر في هذه القضيه، فما عندنا ما نديرو، هذه هي الشيء اللي كاين. المهم اصدقاء ديالي الناس اللي ما مشتركينش في القناه، كنتمنى تشتركوا في القناه، فعلوا زر ديال الجرس باش توصلوا دائما دائما بجديدنا. تهلاو ليا في راسكم، السلام عليكم.